الفرع. شو وين البنت؟ هزال وين فورال؟ راحت. أوه. ما قتلت، لا تخافي، هي راحت مع أهلها. طيب يمكن الأحسن نشوف الدكتور. ما كان لازم اجي لهون. لك حبيبي، انت عملت الشيء الصح. حبيبي كل شيء حيتحسن. ما حيتحسن الا اذا هازار رجعت مره ثانيه لعندي. هي اللي عملت هيك؟ ايه هي عملت هيك، بس انا بستاهل. طيب شو حيصير هلا؟ متوقع انها ترجع لك مو؟ لا انا ما فيني اذيكي ابدا. اذا ايدي حاولوا ياذوكي شي يوم سميني لاقطعن وانتحر. انا بحبك وما عاد فيني اعيش من دونك. انا كتير خايف انك تتركيني وتهربي. ما فيني اعيش من دونك. انا بعتذر. كان في قصه مره حكى لي اياها ابي، فريسه الذئب، بس بوقتها سمعتها كأنها حكاية عادية وما قدرت أفهم معناتها غير بهذا اليوم. العبرة من الحكاية إنه لما يجي الذئب يصطاد الخروف، بالأول بيهاجم قطيع الخواريف وبيضرب واحد منهم، بعدين بيحمله وبيركض بكل سرعته وبيوشه على الجحر تبعه. الخروف بينصدم وما بيعرف شو يلي صار بهداك الوقت. لك شو هالغبية؟ شو اللي عم تخطط تعمله؟ عن شو عم تحكي؟ ليك، الشي اللي صار بهداك القارب ما بدنا حدا يعرف فيه أبدا. لازم ناخد احتياطاتنا قبل ما البنت تبلغ الشرطة. انت رجع على اسطنبول هلأ وأنا رح زبط الأمور وبلحقك. ما حدا رح يروح على الشرطة بنوب. بعدين أنا ما عملت شي لحتى أتخبى. أنا عملت علاقة مع يلي بحبها وبس. مو بهالبساطة هي. لك انت ما بتعرف البنت حتى. انت ما عم تفكر صح لأنك عشقانة للبنت. ما في داعي للجنان. هذا العشق يا أمي العشق، وما في عشق بلا جنان. لوين؟ أمي لا توقفي بطريقي. لا رح وقف. لازم روح شوفها لهازال. ما رح اسمح لك. لهلا ما عرفت أي شي عنها. لشو اللي بدك تعرفه؟ شو هالحكي اللي عم تقوليه؟ أنت اغتصبت البنت يا فورال، اغتصبتها. لا لا ما رح أقدر أسويها. لا 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 ما رح أقدر ألمسك. أنا بحبك وما عاد فيني أعيش من دونك. أنا كتير خايف إنك تتركيني وتهربي. ما فيني أعيش من دونك. أنا واحد مريض، إنسان سيء. إذا هلأ بلشت بطريقة غلط، يا ترى حيجي يوم تحبيني. بس أنا ما بدي أعيش من دونك. أنا آسف آسف. تعرف شو معناتها هالحكي مو هيك؟ اغتصاب فورال، والاغتصاب هو جرم أساساً. كيف قدرت تعمل هيك شيء؟ كنت مجبور. ما في أي حدا بالدنيا بيعمل هيك لأنه مجبور، لو شو ما كان. ولك هي جريمة. عن جد؟ ما أنت أساساً بتعرفي أنه أنا مجرم أمي. بعدين تسمحي لي لك شيء؟ أنا لساتني لهلأ ندمان لأني قتلت ناز وبقيت وحيد من بعدها. هذا الشيء نفسه بينطبق على هازال. كنت مجبور وعملتها، ولو رجع الزمن برجع بعملها لأنه لازم تكون إلي. هازال جنبي وكل شيء تمام، لا تقلقها. شو عم يصير؟ ما صار شيء أمي، كل شيء رح يكون منيح.
خلص ارتاحي انت، حنرجع على اسطنبول فورات. يلا خلينا نرجع. انا ما رح اتحرك لحتى اخذ هازال معي. امي